هل هناك فقه اغتراب ورسائل فقهية وعملية للمغتربين الذين يصادفون بلاءات مغايرة؟ هل عمل الفقهاء على معرفة كل التضاريس الاجتماعية للمسلمين في الغرب لوضع فقه من وحي ما يعيشه المسلمون في الغرب؟ فقه الاغتراب منطقة فراغ واسعة، فما هي الأساليب التي يجب اتباعها لتلبية طلبات المهاجرين ومدهم بفقه يساعدهم ولا يعقدهم؟ فقه الاغتراب عنوان برنامج ألف لام ميم، يأتيكم الجمعة الساعة 9 مساء بتوقيت القدس الشريف.